صباح الخير عليكم، صباح النور، كي درتوا؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناتي صالحه شانيل. ومرحبا والف الف مرحبا، وبالنسبه للناس جداد مرحبا بكم. ما تنساوش ديروا لايك قبل ما تبداو الفيديو فضلا وليس امرا. المهم البنات، توحشتكم بزاف بزاف، وقلت ضروري غادي نرجع لكم بفيديو. البارح ما حطيتش، كان اليوم قلت ضروري خاصني نحط فيديو اليوم. البارح تدوز كانت صباح الخير، صباح النور، كي صبحتوا؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده. عرفتوا والله ما عرفت كيفاش نبدا الفيديو، عاودت وعاودت 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 وقلت صافي خلي في كيف ما جا يجي كيف ما بغى. المهم انه احسن حاجه يكون يجي سبونطاني. شوفوا كندوي معكم كنقاد في الطابيه اللي فيه مهناني، زعما الدار راه نقيه الشعليه، راه مخليها مرونه، مخليه الماعن ومخليها، ولكن لا اله الا الله. البارح ضل في تماره، واليوم عاوتاني كنت غادي نضل في تماره، ويجي مول الدار جا راجلي قال لي نوض يلاه بدا تفطري على برا، حيدي عليك شويه العقص ويلا خرجي تفطري على برا. لبست هاد القميجه هادي، اليوم غندوز معكم نهاري، غنفطر على برا وغنقول ليه شوف ضروري تكمل لي النهار على برا، خصوصا انه مثلا قرب يمشي فضروري خاصني بروفيتي. شوفوا تقولوا لي هذه الكسوه هذه كي جاتني، ها نتوما لبستها مع هاد الجين هذا، عرفتوا هاد الجين وهمل عندي، ومع السبرديله، وكنت غادي نهز هاد الصاك، ولكن انا كندير النايفيات كيعجبوني. عندي هاد النايفيه حمراء، قلت صافي بلا ما نديرها غندير غير هاد الصاك هذا نهزو، وراه كيتسناني لتحت، وراه قطع لي التصوير جوج مرات حيت تعطلت عليه. مستوره يا كلمات، انا كتعجبني الحاجه اللي لبستها تكون مستوره. شوفوا شوفوا شحال فضفاضه من هنا. هاد القميجه اللي غتسولني عليها خديتها من شيين، هذه جابها لي راجلي من شيين، كوموندها وجابها لي، بزاف الحوايج جابهم لي حتى مع الوقت ان شاء الله. ولكن عرفتوا شنو جاب لي؟ بزاف ديال الكساوي، ولكن قبل ما يجي يصيفطهم هما الاولين باش زعما يوصلوني على حساب، وصيفط ليه البوركينيات وبزاف ديال الحوايج، وفي الاخر ما وصلوش الحوايج. دابا ما وصلوش، يلاه وصلوا غير البارح. تخيلوا انا لبست منهم هذه، كل مره غادي نبقى نلبس كسيوه، وغادي نوريكم الصراحه حوايج شيء فني. صافي البنات، وغادي ندير هاد النضيدرات هادو، نطلع لكم شويه الكاميرا باش تشوفوا النضيدرات. صافي مزيانه، يلا راه طلع ليه الدم، من غادي نهبط عنده. واليوم غندوز معاكم واحد الفلوق واعر ان شاء الله. انا ضروري من الاكسسوارات، شوفوا شوفوا هذا ديال تيفاني، هادو هما البنات اللاسي اللي كنبيع، ماشي المكانه، المكانه بوحدها. هذا ديال تيفاني ضروري منه، انا قال لك اللي ما يلبسش حاجته هو الاول يمشي، ما عرفتش يمشي يدير. هادو هما اللي كنبيع البنات، هاد البراسلي هذا شوفوه، كل مره كندير حاجه. جينا الاسبريسو، الصراحه زوينه هاد القهوه، من رمضان ما جيت ليها، كنت جيت ليها انا وماما واسماء فطرنا. شوفوا فين غنبلاصيو، بلاصه والو. جينا حتى الديكور البنات، عرفتوا انا ما كنبغيش نصور الناس، والله كنفضل انا اللي نصور شي قنيطه شي، والله ما بغيتش نصور عباد الله. اصلا واحد ماشي من حقه يصور الناس ويبوستي الفيديو هما، يا صراحه عيب. بغيت نوريكم هاد الكوان ديال القهوه، كاين جالسين الناس اللي مورا شفتو، فمستحيل نصور كلشي. غناخدو هاد برانش امريكانا هو ديال امريكا، انا غنشوفو واخا انا راه ما عنديش مع هذا الشيء بزاف، وغادي نخليه وما غناكلوش، ولكن غنحاول انني ناخذ هذا. جيت Okay, nice.
صراحه البنات شكون بحالي حتى كتكمل كتخرج الفطور مع راسها حتى كتكمل الفطور عاد كتنادم مع الحال كتبدا تقول كون درتها الفطور في الدار حسن صراحه حنايا واحد الناس اللي ولاتنا اتاي زيت العود خبز كتشدو زيت العود كنخويو على الفرماج كنخلطو مع العسل اما الكونفيتور وهانيين مع بوخنا اجدنا لهذا الشيء الله اعلم كتخرجي كتخرجي حاطه في بالك مالنا على هاد الحاله كلها مالنا على هاد البساله كلها وخا كنهضر مع ذلك لحد جاي تلقاني تاني مشيه فشي قهوه كنفطر فيها والله يهدي محمد ولكن زوين زوين الفطور زوين وخا كتخليه نص وما كتكمليش ولكن صافي كتقولي ماشي مشكل خرجنا بدلنا الجو صافي كنعاود نقول لكم ما كاين ما احسن الفطور ديال الدار وي سيداتكم واسع النظر قهوه زوينه شوف هاد الساك كنت غنخرج بيه قبيله الساعه فاش جيت نشوف لقيت راسي لابسه سبرديله نوار ودايره هذا صافي هي فاش هزيت الساك الاخر اما كنت غادي نخرج بهذا ولبس لي واحد الصنداله والصراحه انا ماشي ديال الصنادل اللهم بيتي اللهم نخرج بالسبرديله ايوا البنات عاود لكم بحال الخرافه المهم مشينا فطرنا وكلشي كبار في راسكم تعيطوا لراجلي جاتو الخدمه مشي يقضي خدمته ايوا صافي وجاو حطني قدام الباب ومشى طلعت حاقده البنات اللي غيسولوا يقول لي راجلك واش كونجي ولا راجلي ما عندوش كونجي راجلي كيخدم هنا كيخدم فين ما يعني كيخدم غير بالبيسي ديالو فين ما مشى تابعه خدمته ديال خدمته في البيسي يعني كي كان في المغرب كي كان خارج المغرب كيخدم هنا وكيخدم اصلا من اللي جا وهو خدام واصلا من الاسباب اللي خلاتنا ما سافرناش هي انه عنده بزاف ديال الخدمه ف الله يكون الحسن كون عند حسن عند حسن عون الجميع ولا المهم الله يكون في عون الجميع هذا الشيء اللي غنقول ما ديوش عليا انا راني مقلوبه ولكن قررت انني نوريكم الاكسيوات اللي جاب ليا ويلا وصلت النص ديال الحوايج الحوايج الاخرين باقي جايين في الطريق تعطلوا بزاف تخيلوا شدوا الطريق شهر والصرف يلا هو وصل النص وهذاك النص انا غنشاركو معكم من بينهم كما قلت لكم هاد القميجه هادي كومونداهم ليا من شي حيت ما لقاش شي حاجه اللي هكا واسعه هو براسو تيقول لي الواسع ما تلقاش الحاجه الواسعه المهم هاد القميجه جربتها جاتني فنه غنمشي دابا غنلبس لك السيوات الاخرين وقولوا لي كي جاوني صافي يلا بقاو معايا الله يسي شي وحده مشات تكون شي شويه عامره فاش كتلقى شي حاجه زوينه ما تلبس كتكون فرحانه غيحسوا بيا غير البنات اللي عامرين غادي نبدل واقيلا غنمشي لهيها باش تكون الضو وتشوفوا مزيان صافي شوفوا البنات هاد الكسيوه هادي شوفوا كي جاتني عجبتني الصراحه وجاتني مفضفضه شوفوا كي جاتني مفضفضه مازال كاينين واحد الكساوي اللي ما مفضفضينش جاو قدي ولكن ماشي من نوع الفضفاض دابا تشوفوهم غادي نصورهم معكم تقول لي كي جاتني هاد الكسيوه هادي دابا انا بحال هادي نقلب عليها في كازا تنعيا ما نلقاهاش تقولوا لي كي جاتني هادي نمر واحد هادي انا بالنسبه ليا نعطيها واحد يعني طوب شحال منهم شحال من وحده المهم هادي الاولى وانتم لكم واسع النظر جاتني زوينه يلا نلبس الاخرى ونوريكم وكاينه هاد الكسوه البنات كتجيب الدخلاني ديالها عاد كتحطي على هاد لافيس غير انا غادي نحاول انني ندير هكا شي حاجه نسد بها هنا انا الصراحه هكا عجبتني مسدوده اكثر شفتوا كي كتجي عرفتوا اللي عجبني هو ان هذا الشيء جا قياسي هذا هو اللي عجبني جوج حوايج اللي ما جاوش قدي هما واحد جوج بوركينيات ولا لا يا ربي شي قوامه جوج شي بوركينيات ما جاوش قدي عرفتوا بغيت تقص شوفوا حتى تقولي لي هذه كي جاتني هنا هي راها محلوله شويه من هنا ولكن انا غادي نحاول نصايب ليها
نمشي عند الخياطه ونقول لها دير لي شي صديفات هكا يكونوا في اللوينات شي لوينات هكا ويكونوا في هذا اللون هذا نحطهم هنايا صافي غير صديفه غير هنا اما هنا ماشي مشكل تبقى محلوله غير صديفه من هنا شفتوا عجباتني حتى هادي خصوصا انها ما كتبينش الغلط المهم راه نتوما اللي غتقولوا لي اش كاين وكاينه هادي هادي الصراحه هي زوينه ولكن اللي ما عجبنيش فيها وهو انها التوب ديالها التوب ديالها بحال كيعزل فهادي ما عجبتنيش بزاف ما عجبتنيش غير انها كطيح على اللحم يعني كتكرز كتحت بين واحد مزير ولكن هي شكلا هي زوينه شفتوا دابا هادي تكون شي وحده ضعف مني تجيها خطيره اي واحد الشيء اللي كاين مازال الخير غادي نوريكم تتقولوا لي نتوما تنقطوا لي من 10 شوف الذوق ديالكم كيفاش داير وجاب لي هاد البيجامه هادي شوفوا انا راه باقا لابسه سروال الجيل تحت جاب لي هاد البيجامه هادي شوفوا حتى هي كيفاش جاتني هادي حمقاتني هاد البيجامه كاينين بيجامات وحدين اخرين غادي نوريهم لكم كاين هاد البيجامه 5 5 غادي نوريكم بيجامات اخرين علاش لان البيجامات ديال الدار انا غنوريكم غير مهزوزين ماشي ملبوسين هذه هي اللي مستوره شويه فيهم راني لبستها غنوريها لكم دابا هذه عجبتني بزاف هذه انا شنو شفتها وانا نتهى تهيت البنات شي حماله وحق الله هذه عرفتوا اللي كيديره في لبستها فنه بلاتي مازال هذه نقدر نلبسها لكم هذه اللي عاد ديال الدار ممكنش لي نلبسها لكم لكن غنوريها لكم حتى هي زوينه هادشي كله راجلي كان مصيفطوا لي على ودي الصيف باش ندوز به الصيف في الدار الساعه والصيف خارج وهاد لا كوموند ما وصلاتش دغيا شوفوا عشان خلص عليها زباله الفلوس باش توصل في الوقت وما وصلاتش في الوقت شوفوا هادي ديال الدار هادي انا غادي نلبسها لكم هادي غادي نلبسها لكم هادو راه كومونداهم لي من شيين باش تكونوا عارفين البلاصه فين حيت انا ما يمكنش ليا الكوموندي من شيين انا ما يمكنش ليا من المغرب حيت كيغلاو علينا بزاف صافي غنوريكم هادي نلبسها لكم حتى هي شوفوا لي البنات هادي شحال زوينه هادي تلبسيها في الدار وتكوني حامله كرشك لفمك زوينه وفضفاضه وعجباتني بزاف بزاف فنه عرفتوا البنات ومبارده بحال دابا هادو البنات اللي كيشوفوهم في شيين هادو الا شفتوهم غير خذوهم عليكم الامان غير خذوهم لحقاش والله حتى فريمون زوينين وتوبهم زوين توبهم رائع غنوريكم الاخر صراحه البنات هانتوما جاب لي شي قوامج هكا هادو طوالين حيت راجلي دابا كيقول لي انا حاولت لبسي الطويل دائما حاولت لبسي الطويل وجاب لي مسكين هانتوما شوفوا هاد القميجه قداش ولكن فاش بغيت نسدها ما جاتنيش جاب لي عاوتاني هادي هاد القميجه هادي شفتوها حتى هي ها هي طويله شفتوا شحال قداش هاد القميجه ولكن عاوتاني ما جاتنيش عاوتاني في السده عخلي وعلى الله وصافي راه تفقست جاب لي بوركينيات حتى هما ما جاوش قدي شوفوا لي هاد البوركينيات بوركينيات صراحه واعرين 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 بحال دابا هذا هابط حتى لتحت شفتوه التوب ديالو فن كاين هذا ما غايجينيش قبح الله الغلط الصراحه هذا كيتلبس هو والكاش ديالو كيجي الكاش ديالو على هذا الشكل هذا شوفوا الكاش ديالو تلبس هو وهذا هادو فاش جيت نشوف الثمن ديالهم الا كومونديتهم من شيئين لقيتهم ب 900 درهم هو وقيلا جابهم لي غير بقل ما عرفتش الصراحه بشحال جابهم ولكن قال لي راه كاينين غير بقل عاوتاني بوركيني واحد اخر يا ناس فاش كنت ناويه نمشي والتبحرات
صراحه مشى ليا كلشي في الزيرو، ما يمكنش لك عاود ثاني الخدمه، ما يمكنش لك توقفها. هو حتى هو عنده خدمته، يعني راه حتى راه ما كينعس حتى لينا وقت وهو شاد البيسي ديالو وخدام. هادشي اللي كاين، فما يمكنش لك تسافري وانتي في هاد وان شاء الله نقدروا ان شاء الله نديروا شي تسافيره، ما عرفتي اش كاين. المهم هذا حتى هو هذا فن، هذا بوركيني حتى هو شفتيه، هذا توب واعر، هذا معاه هاد لوغو ديالو كيجي على هاد الشكل هذا. شوفوا شحال فن هنايا، راه فيهم واحد سميتو فيهم بونج من هنا كيجيو على هاد الشكل هذا، مكرشين من 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 الكتف كيجيو مكرشين وكيجي هكا من التحت، ومعاه الكاش ديالو حتى هو. ها الكاش ديالو هذا كيتلوى عليه زوينين صراحه، فنين كاين خساره ما جاوش كدي. ودابا غادي نوريكم حوايج ديال حاتم. المهم جاب لي شي تخربيقات اخرين، داكشي الملابس الداخلي داكشي لا داعي باش نصورهم وداكشي، وبزاف ديال الحاجات ما يمكنش عاوتاني تصوروا. المهم انا حاولت نصور لكم غير شويه شويه، لكن الاغلبيه كاين داكشي داكشي اللي ما يمكنش نوريه هكا في الفيديو داكشي. هذه الحتومي ها هي، ها هي غنشوف حاتم هادشي غادي تسطا. هذه هاد لونسومبل حتى هو الحتومي، هاد الشورت ديال الجين، وهاد القميجه ديالو حتى هي ديال الجين. انا عارفه ما غيلبسش فيهم بزاف لحقاش غادي شويه صغروا عليه، هو تبارك الله فاخر. هادي عجباتني حتى هي وغتعجب حتومي، عزيز عليه بحال هاد الشي حاتم، يموت على هاد التخربيقات هادو. هادو والبيل ديالو حتى هو. كنوريكم دابا هذا سفيان شنو جاب لحاتم. هذا حتى هو الصراحه عزيز عليه حاتم، والله حتى عزيز عليه. شوف البنات كيتعامل معاه حتى فاش كيكون هنايا، كنشوفو كيفاش كيتعامل معاه بحال با بحال والدو، بحال كيديه للحلاق يحسن ليه شعرو، كيبقى يقول ليه يعني كي جاني بحال عندهم بيناتهم واحد. حتى حاتم عزيز عليه سفيان، كيموت عليه والله العظيم. كنقول ليه شكون اللي خايب انا ولا سفيان؟ كيدويش ما كيجاوبش، ما يقدر لا يخيب ولا هو ولا انا. هذا وهاد القويميجه حتى هي خاص حاتم يلبس هاد الشيء دابا في الدخول المدرسي. غيسا تبارك الله ما شاء الله، داك النهار شريت ليه انا الحويج ودابا ثاني هاد الحويج جات تبرع هاد العام. وهادي اللي فن البنات حتى هي زوينه عجباتني، هادي هادي ديال كره السله الحمد لله. هانتوما هادي ديال كره السله هي غتعجب حتوم. ايوا زيد عاوتاني اش كاين. وهذا وبزاف ديال الحاجات اخرين ها هما كنشوف فيهم، ولكن ما يمكنش ليا نصورهم هكا في الفيديو، ما حرام حرام، وزعما ما خاصنيش يعني ماشي انا مقصدرات على الدرجة، انا ما مقصدراش اصلا والله العظيم. ايوا البنات شنو نقول لكم، عرفتوا دابا خاصني نجمع هاد الحويجات، هادشي ديال حاتم خاصني نديه ليه باش يلبسو في هاد الايام، ونوض نجمع هاد الدار. هادي راه مرونه مرونه، ناويه اليوم غادي ندوز نهار كامل والله. حتى قال لي قال لي صافي بغيتي دوزي نهار كامل على برا ندوزو النهار كامل. كي جاتو الخدمه صافي مسكينه هو مشى حطني في الباب ومشى. وهادشي اللي كاين اخوتي، هادشي اللي كاين، هذا هو الفيديو ديالي. بت ديروش مني قلت صوبيله، ما غبرت عليكم شي نهار، كنحاول بغيت نرجع والله الا بغيت نرجع، وكنحاول انني فاش نرجع رجع بشي حاجه مفيده، شي فيديو زوين، شي حاجه مفيده، شي طياب، شي حاجه. ولكن ان شاء الله من هنا القدام الامور غادي تبدل لي الاحسن، وانتم معايا وغيكون واحد التغييرات اللي غادي تشوفوهم. اول حاجه انا ما غنبقاش في هاد الدار وما غنمشيش حتى لمراكش. المهم غنقول لكم علاش، غنقول لكم علاش كلشي غنقول لكم. وان شاء الله انك يعني ما تخافوا ما تخلعوا ما حتى شي حاجه على الخير. هذا الشيء اللي غادي، المهم هذا هو اللي غادي نقول لكم دابا، ما بغيتش نسبق الاحداث، نخلي ان شاء الله حتى الفيديوهات الجاي وانتم غتعرفوا معايا، حيت انا باقا هاد الخطوات انا باقا ما درتهمش ما يمكنش ليا نقولهم وانا باقا ما درتهمش. فان شاء الله خير وغيعجبكم الحال، غيعجبكم حتى نتوما الحال، غتفرحوا كاع غتفرحوا.
ايوا صافي هادشي اللي كاين البنات. تفاجاني واحد العطش. غنسد معكم فيديو هنا، كنبغيكم بزاف بزاف، وبيزوات كبيره ليكم، الهلا يغطيكم عليا، وان شاء الله نتلاقاو في الفيديو الجاي، وان شاء الله الفيديو الجاي فيه الجديد. فيه الجديد. يلا باي باي.